مرحبا بكم في بريف سبور. حلقتنا اليوم برعاية تونيزيا سيرفي. تونيزيا سيرفي سبيسياليست دي زيتود ديجيتال. أي شركة تحب على استبيان رقمي تنجم تتصل بها. البداية بأخبار المنتخب الوطني اللي انطلق البارح في تحضير مواجهة غينيا الاستوائية نهار 17 جوان لحساب تصفيات كأس أمم أفريقيا والماتش الجزائر الودي اللي باش يتلعب نهار 20 جوان في عنابة. البارح اكتمل النصاب بالتحاق المهاجم عصام الجبيري بعد استكمال التزاماته مع فريقه الياباني. 24 لاعب كانوا حاضرين في تمارين البارح، واجر الربيع الياس العاشوري ايمن دحمان على اغرام اسامه بوقره حصة لازاله الارهاق على ملعب التدريبات. الناخب الوطني جليل القادري كان حكى معنا بخصوص تحضيرات المنتخب والاجواء وهاوش نوقع. اكيد سبق وصرحت اللي الصعوبه تاع الفتره هذه اكثر ذهنيه، نعرفوا نهايه موسم ماهوش من السهل باش تخلي اللاعبين كل تري كونسنتري وتري موتيفي، لكن الحمد لله حكينا مع الملاعبيه لو ديسكور اي تي كلير، الناس الكل نتعاملوا مع المباريات مهما كانت الفتره ومهما كانت صعوبتها بنفس الجديه بنفس الانضباط، ثم روح كبيره في المنتخب. صحيح ثم بعض التغييرات في على مستوى لا كونفوكاسيون على مستوى القائمه، لكن ليتا ديسبري ان شاء الله نستحفظوا عليه والناس الكل تبقى في نفس التركيز. مهم جدا كونه في كل فتره وفتره الاستابيليتي مطلوبه، الاستقرار مطلوب على مستوى قائمه المنتخب. احنا عندنا تقريبا زوز مواسم توا قائمه تاع ما بين 35 40 ملاعب يدوروا فيهم. اليوم ثم مجموعه اللي ظهرت جديده، بعض الشبان كسوا في اللوفا كسوا على مستوى البطوله الوطنيه اللي اكدوا الاحقيه نتاعهم والمستوى نتاعهم كان مستقر وظهروا مؤشرات ايجابيه جدا طيله الموسم، يظهر لي من حقهم باش يكونوا متواجدين في المنتخب ان شاء الله ربي يوفقهم ويعطونا الاضافه اللي شفناها في الدوريات نتاعهم. هلال الشيبة ترافع البارح في قضيته المشهورة ضد الجامعة التونسية لكرة القدم، وذلك بمقر محكمة التحكيم الرياضي بمدينة لوزان السويسرية. قاد فريق الدفاع على الشيبة التونسيين محمود المنوبي الفرشيشي ومحمد إبراهيم، والسويسريين مارك كافاليرو ونيكولاس بندان. هلال الشيبة اتهم البارح المكتب الجامعي بالتلاعب الرياضي والإداري في تسيير شؤون كرة القدم التونسية، إضافة إلى تزوير عقود زوز ملاعبية من اتحاد تطاوين باش يكون عندهم تأثير كبير على نتائج الفريق في المرحلة الأولى من البطولة. هذا وطالب هلال الشيبة بإنصافه من قبل التاس وإعادته إلى الرابطة المحترفة الأولى. في انتظار التصريح بالحكم في القضية هذه اللي باش يكون خلال الفترة الممتدة بين 30 جوان و 30 جويلية. المدرب التونسي نصر الدين النبي وصل تألق مع يانج أفريكانز التنزاني وضم الكأس للبطولة، وبعد الثنائي هذا رفع رصيده من الألقاب مع الفريق التنزاني إلى 6 ألقاب منذ قيادته للفريق في أبريل 2021. النبي قدم موسم ممتاز مع الفريق التنزاني بعد ما كان وصل لنهائي كأس الكاف وخسر اللقب ضد اتحاد العاصمة الجزائري. الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببنغردين تلوح بتقديم استقالة جماعية بسبب رفض وزارة الشباب والرياضة رصد المنحة المخصصة للفريق رغم استيفاء جميع الشروط. هيئة الاتحاد أصبحت عاجزة عن مجابهة مصاريف النادي في ظل غياب الدعم، هذا وباش تعقد اليوم اجتماع عاجل للنظر في مستقبل النادي وقرار الاستقالة. هذا كان كل شيء اليوم في بريف سبور، نتقابلوا في مواعيد لاحقة. باي باي الناس الكل.